حاولوا تفجير هذا المكان كي يغطوا إعلاميا على خسارتهم الكبيرة، ولكن الإعلام والناس يلاحظون الانتصارات ويلاحظون انهيار داعش ما حققوه في تفجير منارة الحدباء وجامع النوري هو فقط تكملة لإجرامهم ضد أهالي الموصل والعراق والعالم. أنا أشجع بالبناء مال منارة الحدباء، وأنا أول من المشتركين اللي أشارك بها إن شاء الله.